من عدنان ولينا واللي هو مسلسل الطفولة، كيكي لخدمة التوصيل، للأميرة مونونوكي ولسيبريتد أواي، واللي حصل على أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. هاي الأعمال العظيمة وغيرها كتير في مجال الأنمي، مين كان وراها ليطلعها بهيك دقة؟ وهل استوديو جيبلي له علاقة بالموضوع؟ في إحدى أيام شهر يناير من عام 1941 ولد شخص عاش طفولته أثناء حرب، فكبر على فكرة نبذ الحروب وحب الطائرات. اتجه لإنتاج الأفلام، فأعماله تنبع من استوديو يسمى جيبلي، الذي جاءت تسميته من اسم طائرات استطلاع إيطالية تم استخدامها في الحرب العالمية الثانية. تأسس هذا الاستوديو عام 1985 على يد هاياو ميازاكي، وهو فنان ومؤلف ومخرج سينمائي مشهور ومهووس في إخراج العمل بدقة عالية، فكان يمضي الوقت الكثير في مراجعة المشاهد التي يتم رسمها من قبل فريقه ليكون من أحد أشهر مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة اليابانية. نعم، هو وراء الأعمال العظيمة التي تم ذكرها، ونعم هو مؤسس استوديو جيبلي.